علي كفارة أخرى إذا عدت إلى ذنب كنت قد كفرت عنه وحلفت ألا أعود إليه وجهوني جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يجب على المسلم تجنب المعاصي والسيئات لأنها تضر في دينه، تعرضه لغضب الله سبحانه وتعالى وعقوبته، وإذا حصل منه ذنب فعليه بالمبادرة بالتوبة. والتوبة لها ثلاثة شروط: أولا الإقلاع عن الذنب وتركه تركا نهائيا، وثانيا العزم أن لا يعود إليه، وثالثا الندم على ما حصل منه من الذنوب. وإذا كان هذا الذنب بينه وبين مخلوق لأن ظلم أحدا من الناس، فعليه أن يستريح منه ويطلب منه المسامحة ويرد عليه مظلمته إذا كانت مالية أو حدا وجب عليه. فالحاصل أنه إذا كان الذنب يتعلق مخلوق فإنه يضاف شرط رابع، وهو أن يؤدي المظلمة التي أخذها من ذلك المخلوق وأن يطلب منه المسامحة. وما ذكرته السائلة من أنها تابت وعادت إلى الذنب مرة ثانية، فهل عليها إثم؟ نعم عليها الإثم، لأنه كما ذكرنا من شرط صحة التوبة أن يعزم أن لا يعود إلى الذنوب مرة أخرى، فإذا عاد إليها انتقضت توبته ويأثم بذلك، فعليها أن تتوب توبة صحيحة وأن تترك الذنوب ولا تعود إليها، وتستعين بالله سبحانه وتعالى في ترك الذنوب والمعاصي وملازمة طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويعينها الله سبحانه وتعالى إذا علم من نيتها الصدق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.